السلام عليكم، كنت أتمنى إن شاء الله تكونوا مزيانين وتكونوا بأحسن الأحوال. اليوم جيت لكم بطريقة سهلة وبسيطة باش نبتو، خصوصا الناس اللي كرهوا تنبت. هادو الحلقات هما شريتهم كنظن 3 دراهم أو 5 دراهم، وبالصدفة ملي مشيت عند مول الجوهر جبرتهم كيتباعو 10 دراهم. هما باش تشوفوهم حلقات. هنايا كيبقى لكم الاختيار، اما تعملوهم على شكل هكذا حلقات وتعملوهم تحت الثوب بهذه الطريقه هذه وتشدو، او تهرسوا هاد الحديده هذه باللقط ديال الدفرين وما تعملوهش بحال اللي كنعمل انا ضروري كنسرق هذا ديال الزوج ديالي وكنهرسو، ولكن هنا ما كيبقاش كيقطع الدفرين وكيحصلني مرارا. مهم خسرتو شي 3 ولا 4 او مقص، ولكن المشكله مقص ولا قطعتي به هذا عيط حفه واحد شويه. المهم باش ما نطولش عليكم، هادو عندي هاد الطرف هاد ديال الثوب، هو ديال الدان لكم الاختيار، كان عندكم هو هذاك، ما كانش عندكم ماشي مشكل. وعندنا الخيط ديال الخياطه زيتي، هنا كيبان لكم فحال الكحل، لا هو زيتي. بغيتو تبدلوا الخيط، يا اما هذا الخيط هذا ديال دي ام سي او الخيط ديال الحرير، كيبقى الانواع ديال الخيط على حسب نتوما شنو غتعملوا. انا هنا باش ينقم لي هذا الشيء رخيص شريت عندي هنايا الخيط زيتي. نتوما ولا ما كانش متوفر عندكم نفس اللون اللي بغيتو، بامكانكم تشريو الحرير. عندي هاد السيلو ديال السخان اللي كيزول بالسخانه، شريتو من مكتبه 10 دراهم. حتى الناس اللي كيبيعوا لوازم ديال الخياطه بداو كيبيعوه، الناس اللي كيبيعوا الحرير حتى هما بداو كيبيعوه، وحتى في مارجان كيتباع الناس في الاماكن اللي كيبيعوا لوازم ديال الاطفال ديال الدراسه. غنخدم هنا مباشره على الثوب. نتوما الا بغيتو تعملوا رشمه مسبقه اعملوها، كيبقى لكم الاختيار. غنكتفي بهذا القدر هذا باش ما تكونش هنا رشمه كبيره. نجي لهاد الزواق هادي ونعمل هاد الطريقه هادي، خصوصا الناس اللي باغيين يطرزوا جلبات البنيتات الصغارين، فهذه فكره احسن ما تعملوا لهم تنبات. كاينه هاد الطريقه هادي، بغيتوا تعملوا هذا كنعملوا الغرزه وكنرجعوا فيها، يعني عادي ها هي غرزه كترجع في الجانب ديال اختها، ولكن خصكم ضروري الغرزه تجي تقريبا قد اختها باش الخدمه هكذا كتجينا متقونه. لحد الان كل شيء كنظن مفهوم، حتى الطريقه كنظن سهله، يعني ما كايناش شي طريقه صعيبه. حتى الناس اللي ما عندهمش فكره على الطرس عاجيهم سهله هذه الخدمه. باش ما نطولش عليكم نوقف الفيديو ونخدم واحد شويه. نسيت نقول لكم بان الخيط عملته على 4 وعملته في الابره يعني على 8، لان هذا الخيط هذا رقيق.
درت معاكم هكذا. الا شفتوني كنغش واحد شويه ما تبانش ليا، راه هذا غير تطبيق ديال يوتيوب، يعني نتوما ضروري خصكم تعدلوا الحاجه معوطه. وعاديك الزربه وخدامه واقفه، لان ملي كنجلس الطبله كتجي عاليه عليا والظهر ديالي كيبقى يحرقني. حتى دابا الصراحه كنحس الظهر ديالي كيحرق. شوفوا هذه جاتني عوجه، ولكن غير سمحوا لي راه ما نعاودش. وها حنا سالينا هكذا غنخدموا هادو. وها حنا سالينا انتما كتشوفوا دابا شنو غنعملوا. عندي هاد الثوب هذا، المهم اللي عندها هو هذاك، ما عندهاش يعني شي طرف ديال الثوب صافي، يعني بامكانك تعمل اي حاجه او بامكانك تستغني عليه. Thank you.